السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنراجع قانون جاوس اللي هو تشابتر 23 في سيروي. ماشي، أول حاجة محتاجين نعرفها أعرف يعني إيه الإلكتريك فلكس، ودي حاجة مهمة جدا نعرفها قبل ما نخش في قانون جاوس. الإلكتريك فلكس ويرمز ليه بالرمز فاي بالشكل ده. الفاي دي عبارة عن ايه؟ ببساطة خالص، لو انا عندي، هتكلم الاول على الفلات سيرفيسز. لو انا عندي فلات سيرفيس، تمام، تجيب عليه الفلكس ازاي؟ تعال نشوف كده. لو انا عندي اريا زي دي بالشكل ده، الاريا دي اسمها ايه، وكان عندي ماجنتيك فيلد، سوري الكتريك فيلد اسمه ايه في الاتجاه ده كفيكتور، تمام. الاريا عبارة عن فيكتور برضو. طب فين الفيكتور بتاعها؟ فين الدايركشن بتاع الفيكتور ده؟ هو البيربنديكولر، يبقى ده الاريا فيكتور. قيمة الاريا هي اللي هي، لو ده مثلا ريكتانجل هيبقى الويدث في الايه؟ في اللينث. يبقى انا لو عندي الاريا فيكتور اللي هو البيربنديكولر، والانجل اللي بين الاريا فيكتور والالكتريك فيلد اسمها ثيتا، ففي الحالة دي بنقول إن الفلكس هو بيساوي E دوت A. ده القانون العام بتاعي بتاع الفلكس، تضرب الإلكتريك فيلد دوت الـ A. يعني إيه دوت؟ الدوت دي إن أنت بتروح شايل الدوت وتحط الماجنيتيود بتاع الـ E في الماجنيتيود بتاع الـ A في كوساين الأنجل اللي بينهم. يبقى الفلكس هو عبارة عن إيه؟ كماجنيتيود الاي في الاي حاصل ضرب المالتيبليكيشن بتاع الفاليو بتاع الاي في الفاليو بتاعه الاي اللي هي دي، تمام، في كوساين الانجل بين التو فيكتورز. مين هم التو فيكتورز؟ الاي والفيكتور بتاع الاريا اللي هو البربنديكولر عليها اللي هي القيمه دي، تمام. ده كده القانون العام للفلكس. الفلكس يعتبر سكيلر كوانتيتي. ليه؟ لانه جاي من سكيلر برودكت، ده بنسميه سكيلر برودكت. شوية بقى معلومات مهمة كده. امتى الفلكس يا جماعة يبقى ماكسيموم؟ ها، الاول هو الماكسيموم قيمته امتى؟ لما قيمة الكوساين بتساوي 1، يبقى E في الـ A. طب امتى قيمة الكوساين تساوي 1؟ ها، لما يبقى الالكتريك فيلد نفسه perpendicular بالشكل ده. طيب في الحالة دي الانجل بكام؟ ها ها، الانجل بكام؟ سامع واحد بيقول 90؟ لا، الانجل هنا بتساوي 0. خلي بالك انا باخد الانجل بين مين؟ بين الفيكتور اللي هو الاحمر ده اللي هو الاريا، والفيكتور الاسود ده اللي هو الالكتريك فيلد، فباخد الانجل مع البربنديكولر، فالانجل في الحاله دي 0 وكوساين 0 بواحد. يبقى دي اول حاجه. طيب افرض الوضع عندك كده، لما يكون الالكتريك فيلد بارلل للاريا. الكتريك فيلد بارلل للاريا، لما تيجي ترسم البربنديكولار عليه يبقى كده. بص كده الانجل بتاعتي بتساوي كام في الحاله دي؟ 90 ديجري. طيب كوساين ال 90 ديجري بكام؟ ها، بتساوي 0. يبقى اي في الاي في كوساين 0 ب 0. يبقى اذا المعلومه دي بقى مهمه جدا، لما يبقى الالكتريك فيلد بارلل للاريا يبقى الفلكس ب 0. الفلكس هو الالكتريك فيلد ذات penetrating perpendicularly the area، هو خطوط الفيض اللي بتقطع عموديا المساحه. طب لما يبقى parallel ما قطعش المساحه، يبقى الفلكس بايه؟ بزيرو. دي معلومه مهمه جدا. لما الفلكس بتاعي او لما الالكتريك فيلد يبقى خارج كده من السطح، هتلاقي الزاويه دي اللي هي الثيتا اقل من ال 90 اللي هي الزاويه الاكيوت اللي هو الحد، والزاويه الاقل من 90 الكوساين بتاعها بيبقى بوزيتيف، صح كده؟ وبالتالي هتلاقي الفلكس بتاعك بوزيتيف. طب لما يبقى الالكتريك فيلد بتاعي داخل بالشكل ده، في الحاله دي لما تيجي تجيب الانجل، بص الانجل هتبقى فين؟ هل هي دي؟ لا، الانجل اهي بالظبط كده. وفي الحاله دي الثيتا bigger than 90، صح، اللي هي الايه؟ الابتوس اللي هي الزاويه المنفرجه، وكوساين الانجل في الحاله دي هيبقى نيجاتيف، صح كده؟ يبقى الفلكس في الحاله دي نيجاتيف. يبقى معنى ان الفلكس يطلع بوزيتيف
يبقى الالكتريك فيلد ها outward من السطح، خارج من السطح، is going out. لما الفلكس بتاعك يبقى نيجاتيف يبقى الالكتريك فيلد is going inward، لجوه داخل للسطح. يبقى دي كده خلاصة الفلكس. ماشي؟ تمام. دي كده أول جزئية عايزين نعرفها. طيب إزاي بقى نجيب الفلكس على closed surface، على أي closed surface؟ طبعا القانون العام بتاع القصة دي بيقول لك إن الفلكس بيساوي الـ integration over الـ closed surface E dot dA. دي علامة الـ integration اللي هي دي، والدايرة دي معناها closed، وبما إن الـ differential element اسمه area فيبقى closed surface. ده القانون بتاعك. أنواع الـ closed surface اللي عليك في الكورس بتاعك مش هيجي لك أكتر من إيه؟ يا إما سلندر بالشكل ده، يا إما سفير بالشكل ده، يا إما مثلا كيوب، حاجة مثلا كده. دي معظم السيرفيسز اللي هتجيلك. الكلوزد سيرفيس اللي أقصده اللي هو السيرفيس الخارجي بتاع الأشكال دي، هتلاحظ إن الكلوزد سيرفيس ده بيكونتين جواه سيرتن فوليوم، يعني حابس جواه سيرتن فوليوم. بيسموا الكلوزد سيرفيس ده بيسموه هنا جاوسيان سيرفيس، نسبة إلى إيه؟ إلى جاوس. تمام؟ تمام. طيب علشان أجيب الفلكس على سطح زي ده لازم تعمل انتجريشن على السطح. طبعا بما أن الأسطح دي بتتكون من أسطح مستوية فحضرتك بتقسم كل سطح لوحده. يعني فور اكزامبل بالنسبة للسلندر بنقسمها إيه؟ أدي دايرة، أدي الدايرة التانية، والجزء الدوار اللي هو التالت اللي هو اللاترال سيرفيس بتاع السلندر. طب بالنسبة مثلا لحاجة زي الكيوب سيرفيس اللي هو سكوير، وفي سيرفيس تاني هنا، سيرفيس تالت اهو، سيرفيس رابع، وفي سيرفيس خامس اللي هو ده، وفي سيرفيس سادس اللي هو ده. 6 سيرفيسز، عبارة عن 6 سكويرز. طب بالنسبة للسفير، لا السفير ما بتتقسمش، هي 1 سيرفيس. السفير تعتبر 1 سيرفيس. طيب ازاي نابلاي قانون زي دوت اللي هو قانون جاوس، سوري قانون الفلكس، ازاي تجيب الفلكس على كلوزد سيرفيس على سطح مثلا زي ده؟ تعال نشوف. مثلا اني اروح مدي لك سلندر بالشكل ده كده، والسلندر دي يقول لي السلندر دي في الكتريك فيلد شكله كده، يقول لك هات لي الفلكس على السلندر دي. نجيب الفلكس ازاي؟ القانون بتاعي معروف، الانتجريشن بتاع الاي دوت دي اي. تاني خطوه هتروح قايل ايه؟ هنقسم السلندر للاسطح الاوليه بتاعتها، واحد اتنين وده تلاته. يبقى الانتجريشن بتاعك هنقسمه 3 different integrations، انتجريشن على الواحد بلس انتجريشن على السيرفيس 2 بلس انتجريشن على السيرفيس 3. هنعمل انتجريشن لايه؟ لنفس الايكويشن اللي هي اي دوت دي اي، اي دوت دي اي، اي دوت دي اي. يبقى اذا انا هعمل نفس الانتجريشن بس هعمله مره على السيرفيس 1، مره على السيرفيس 2، مره على السيرفيس 3. الخطوه اللي بعد كده اشيل الدوت واحط كوساين. كوساين كام؟ تعال نشوف كده على السيرفيس 1، فين السيرفيس 1؟ السيرفيس 1 اللي هو ده، فين البربنديكولر عليه؟ لبره كده. البربنديكولر بتاعك لازم يبقى اوتورد من الايه؟ من السطح. يبقى ده كده لبره، تمام كده؟ تمام. لما ده يبقى لبره، طب فين اتجاه الالكتريك فيلد؟ بص كده اتجاه الالكتريك فيلد فين؟ لجوه. يبقى الانجل اللي بينهم كام؟ 180. يبقى هنا كوساين 180. تمام؟ تمام. طب تعالى نشوف 2. 2 اهو. تمام؟ فين البربنديكولر اللي عليه؟ برضو البربنديكولر هنا لازم يبقى لبره بالشكل ده. ما ينفعش البربنديكولر يبقى لجوه الفوليوم، لا ما ينفعش. لازم يبقى البربنديكولر من السيرفيس اوتورد. يبقى ده الاي فيكتور بتاعه. بص كده الانجل اللي بينهم هنا بكام؟ بزيرو. يبقى هنا كوساين زيرو. طب بص بقى على السيرفيس اللي هو 3 ده. السيرفيس 3 هتلاقي الالكتريك فيلد بارلل للسيرفيس 3، وانا لسه قايل لك من شويه
لما يبقى الالكتريك فيلد بارلل للسيرفيس يبقى مفيش فلكس في السيرفيس ده. تمام. يطلع لي ايه بقى هنا؟ الانتجريشن بتاع الاي في الدي اي وكوساين 180 بماينس 1 بلس الانتجريشن بتاع الاي في الدي اي وكوساين 0 بواحد. طبعا ده السيرفيس 2 وده السيرفيس 1. تمام. تعالى بس نكمل الكلام ده ايه هنا كده اوسع. يبقى الفلكس بتاعي بيساوي ماينس الاي هنطلعها بره يديك الانتجريشن بتاع الدي اي بلس، والاي برضو نطلعها بره يديك الانتجريشن بتاع الدي اي. تمام. يبقى ماينس الاي الانتجريشن بتاع الدي اي انت بتكمل هنا على السيرفيس 1 يديك الاريا بتاعت السيرفيس 1 اللي هي مساحه الدايره دي، هنسميها ايه مثلا؟ بلس اي دي كده انا بكمل على البارت اللي هو نمبر 2 هيديك برضو الاريا اللي هي نمبر 2 اللي هي نفس الاريا اللي فاتت. بص كده ماينس اي اي بلس اي اي يدي لك ايه؟ 0. يبقى التوتال فلكس على السيرفيس ده بيساوي ايه؟ على الثلاثه دول مع بعض المجموع بتاعهم بيساوي 0. ده كده ازاي حضرتك تجيب الفلكس؟ قلنا في الشريحه اللي فاتت على كلوزد سيرف على اوبن سيرفيس اللي هو فلات سيرفيس، والشريحه دي على كلوزد سيرفيس. طب مثلا بالنسبه لده ها ده بيتقسم كام؟ يتقسم 6 تكاملات. طب والسفير؟ لا السفير ما بتتقسمش، هو انتجريشن واحد وفقط. يبقى بعد ما عرفنا ازاي نجيب الفلكس على كلوزد سيرفيس وعلى فلات سيرفيس، تعالى بقى نخش في قانون ايه؟ في قانون جاوس نفسه، جاوسز لو. تمام؟ قانون جاوس قال لك ايه بقى؟ لو عندك كلوزد سيرفيس حاجه زي دي كده، خلي بالك الكلوزد سيرفيس اللي انا اقصده هنا اللي هو حاجه في الثري دايمنشن، زي ما قلت لك، زي ايه؟ قشره البطاطس من بره، زي مثلا الكوره، زي السيلندر، الحاجات دي كلها. فقال لك لو عندك كلوزد سيرفيس زي ده كده مثلا، شكل اربيتري يعني مش شكل معروف، وكان جواه شحنه انكلوزد، شحنه اسمها كيو، وعايز تجيب الفلكس على الكلوزد سيرفيس دوت، فالقانون بيقول لك ان الفلكس ماشي اللي هو انت كنت بتجيبه بالانتجريشن بتاع الاي دوت دي اي ده ممكن تجيبه بطريقه سهله قوي. اللي هي ايه الطريقه؟ الفلكس قال لك انه بيساوي الكيو انسايد الكلوزد سيرفيس دوت مقسوم على الابسلون نوت. طبعا الابسلون نوت دي كونستانت اللي هي بيسموها البيرميتيفيتي اوف فري سبيس، بيرميتيفيتي اوف فري سبيس. يبقى اذا يبقى الفلكس بتاعي بالشكل ده، يبقى الفلكس بيساوي ايه؟ اللي هو بيساوي الانتجريشن اي دوت دي اي بيساوي كيو انكلوزد على الابسلون. يبقى اذا لما اجي اسال حضرتك عن اي فلكس على كلوزد سيرفيس او اقول لك هات الفلكس، اول حاجه هتبص فيها اللي هي ايه؟ هل انت عارف هل ده كلوزد سيرفيس ولا لا؟ ايوه. طب هل انت عارف الشحنه اللي جواه ولا لا؟ ايوه. اقسم الشحنه على الابسلون نوت يديك الفلكس على طول من غير ما تعمل انتجريشن ده. تمام. تعالى كده مثلا ناخد اكزامبل. افرض ان انا عندي بلس 2 مايكرو كول وهنا ماينس 3 مايكرو كول، وكان عندي مثلا هنا بلس مثلا 7 مايكرو كول هنا كده، دول 3 ديفرنت تشارجز. وجي قال لك ايه؟ ان انا عندي سيرفيس كلوزد سيرفيس اسمه اس 1 او جاوسيان سيرفيس، وفي كلوزد سيرفيس تاني كده اسمه اس 2، وفي كلوزد سيرفيس تالت هنا كده اسمه اس 3، وفي كلوزد سيرفيس رابع كده اللي هو ده اسمه اس 4. تعرف تجيب لي الفلكس على السيرفيسز دي كلها؟ هنقول ايه بقى؟ الفلكس على الاس 1 بتساوي زي ما قلت لك، انا هنا صعب اعمل انتجريشن. ليه؟ لان انا اصلا ما اعرفش شكل السطح، ولكن اقدر اعرف ايه؟ بص الاس 1 اهو، هل انت عارف التشارج اللي جوه؟ ايوه. التشارج اللي جوه عباره عن ايه؟ ماينس 3 مايكرو، يعني 10 to the power negative 9. تقسم على ايه؟ اقسم على الابسلون نوت اللي هي كم قيمة الابسلون نوت؟ 8.854 10 to the power negative 12. يدي لك مين؟ يديني الفلكس. تمام؟ طبعا الفلكس عبارة عن ايه؟ اليونت بتاعته هو الكتريك فيلد اللي هو نيوتن بير كولوم في الاريا اللي هو المتر مربع. دي الفلكس. طب حضرتك عايز الفلكس على الاس 2 بيساوي فين الاس 2؟ اهو الاس 2 اهو، بص الاس 2 محوط على ايه؟
عندي 2 تشارجز اللي هم ال 7 مايكرو كولوم بلس ال 2 مايكرو كولوم. الاثنين دول تجمعهم ملتبلاي باي 10 تو ذا باور نيجاتيف سوري دي مايكرو يبقى دي نيجاتيف 6 سوري. لو نانو تبقى نيجاتيف 9. يبقى الكلام ده نقسمه على مين؟ على الابسلون نوت. طيب عايز الفلكس بتاعي على الاس رقم 3. فين الاس 3 اهو؟ هل ده في فلكس جواه او سوري في شحنه جواه؟ لا مفيش شحنه. طالما مفيش شحنه يبقى الفلكس بايه؟ بزيرو. طب تعالى نشوف الاس 4. بص الاس 4 بقى، الاس 4 جامع كل الشحنات جواه، كل ده جواه، يبقى عباره عن ايه؟ 2 بلس 7 ماينس 3. نجمع الكل ونضرب في 10 تو ذا باور نيجاتيف 6 على الابسلون نود، يديك مين؟ الفلكس على الاس 4. تمام. واحد ممكن يقول لك ايه؟ واحد ممكن يجي يقول لك ايه؟ طيب بص كده، بالنسبه للاس 3 دوت، الاس 3 هو انا مش عندي مثلا في هنا شحنه اسمها 7 مايكرو كولوم؟ كويس. طب مش الشحنه دي بتعمل الكتريك فيلد كده؟ ايوه اهي الله. طب ما هو بص، ما هو في مثلا واحد من الفيلد لاينز اهو، كويس، عمل ايه الفيلد لاين ده؟ قطع السيرفس. الله، يبقى لازم يكون في فلكس في السيرفس. لا ثانيه واحده، بص كده، اللاين ده جه هنا، راح داخل هنا فعمل فلكس نيجاتيف لانه داخل للسيرفس، وده انه ماشي 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 لحد ما جه خرج من هنا بنفس القيمه فعمل ايه؟ فعمل فلكس بالنيجاتيف. ماشي؟ يبقى وهو داخل هنا عمل فلكس، وهو خارج عمل فلكس بالنيجاتيف. وبالتالي ها لو عندي الكتريك فيلد ماشي ليه نفس القيمه، يبقى الفلكس هنا هو نفس الفلكس هنا، بس ده بوزيتيف وده نيجاتيف، فدي ويل كانسل ايتش اذر. وبالتالي لو عندك خط المجال جاي من بره ومعدي فقط في السطح، بيعمل فلكس هنا نيجاتيف وهنا فلكس بوزيتيف، دي ويل كانسل ايتش اذر، صح كده؟ انما امتى يبقى في فلكس؟ بص كده، لو عندي شحنه موجب، بص كده كل الفيلدز هتبقى ازاي؟ بص كلها طالعه، بص طالع 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 طالع، يعني كله بوزيتيف. طب لو عندي شحنه نيجاتيف، داخل 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 داخل، بص كله داخل كله داخل كله داخل، يبقى الفلكس هنا بالايه؟ بالنيجاتيف. وده يفسر ليه لما تكون الشحنه جوه هو ده اللي بيديني فلكس فقط، انما الفيلد لو السورس بتاع الشحنه بره مفيش ايه؟ مفيش فلكس. برضه ملحوظه ثانيه مهمه قوي ناخد بالنا منها، اللي هي ايه؟ مثلا انا عندي هنا شحنه بلس مثلا 5 مايكرو كول، وجيت قلت لك ايه؟ انا عندي مجموعه من السيرفيسز حاجه مثلا كده اس 1، وفي سيرفيس ثاني كده اسمه اس 2، وفي سيرفيس ثالث كده اسمه اس 3. بص دول كانهم سفيرز والريدياي بتاعهم مختلف، الريديوس بتاع كل واحده مختلف. ويجي يقول لك ايه؟ سؤال بقى، الفلكس على السيرفس واحد، والفلكس على السيرفس اثنين، والفلكس على السيرفس ثلاثه، مين فيهم اكبر؟ بص كده، ده ولا ده ولا ده؟ واحد يقول لك ايه؟ انا لما بخرج كده الاريا بتزيد فيبقى الفلكس، لا ثانيه واحده، يبقى الفلكس اكبر. لا ليه؟ هو الفلكس بيساوي ايه؟ ها؟ بيساوي ايه؟ الكيو انكلوزد في الكلوزد سيرفس على الابسلون نوت. الكيو اللي جوه ده ايه؟ 5. طب والكيو اللي جوه ده برضه 5. طب والكيو اللي جوه ده برضه 5. وبالتالي المساحه بتاعت الكلوزد سيرفيس نفسها ما بتفرقش معايا في حاجه، انما اللي بيفرق مين؟ الشحنه اللي جوه الكلوزد سيرفيس. وبالتالي الفلكس هنا هو الفلكس هنا هو الفلكس ايه هنا. والحته دي بتيجي في الامتحانات ام سي كيو كتير، يديك مجموعه من السيرفيسز كده كلهم بانكلوز نفس التشارج. طالما نفس التشارج يبقى نفس الفلكس، لان هتلاقي نفس، بص نفس عدد اللاينز اللي خارجه هي نفسها. يعني بص لو فرضنا ان هم دول عدد اللاينز اللي خارجين 1 2 3 4، كل سيرفيس من دول خارج منه 4 لاينز، يبقى الفلكس ايه؟ هو. الجزء اللي بعد كده، ايه هي بقى الابلكيشنز بتاعت قانون جاوس؟ ودي برضه بتيجي بقى في الامتحانات كايه؟ مسائل. ايه الابلكيشنز بتاع قانون جاوس؟ انا قلت لك الاول جاوس لو بنستخدمه ازاي؟ ها؟ الانتجريشن بتاع الاي دوت دي اي
اللي هو بيساوي الفلكس بيساوي كيو انكلوزد على الابسلون نوت. ده القانون بتاعي ماشي. يبقى قانون جاوس بنستخدمه في ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما يديك تول تجيب منها الفلكس، ان الفلكس بيساوي كيو على الابسلون نوت سهله خالص، بس خلي بالك ان قانون جاوس بيتطلب وجود سيمتري، لازم يبقى في سيمتريه في الشكل. طب ايه رايك لو رحنا واخدين الجزء ده مساويينه بالجزء ده؟ لو انت عارف الكيو وعارف الابسلون نوت، طبعا دي ده رقم ثابت، وقدرت تجيب الاريا تقدر تطلع الالكتريك فيلد، يبقى بقانون جاوس تقدر تطلع الالكتريك فيلد، وهو ده الابلكيشن التاني. اول واحد اللي هو ايه؟ لو عندي انفينيت لاين تشارجد انفينيت لاين، يعني عندك لاين كده، اللاين ده ممتد الى ما لا نهايه انفينيتي. لو اللاين ده مشحون ليتس سي شحنات بوزيتيف مثلا بالشكل ده، اللاين ده مشحون كده، في بارامتر مهم قوي بنسميه اللينير تشارج دنسيتي، اسمها لامدا، لينير تشارج دنسيتي. واللامدا دي عباره عن ايه؟ بتقسم قيمه التشارج على اللينث، يعني كانه بيقول لك ايه المتر من اللاين ده اللي تشارج بتاعته كام، اليونت تبقى كولوم بير متر. تمام تمام. لو انا جيت قلت لك الاول هو شكل الالكتريك فيلد للانفينيت لاين ده بيبقى شكله ازاي؟ شكله بيبقى بالشكل ده، بيربنديكولر على اللاين، طالع كده كده في 3 دايمنشن، متخيلها؟ ايوه بيربنديكولر على الايه؟ على اللاين. طيب الابلكيشن ما بقول لك ايه؟ لو انا عايز اجيب على بعد مسافه ار الالكتريك فيلد بيساوي كام؟ القانون بيقول لك ان الالكتريك فيلد بيساوي لامدا على 2 باي ايبسلون نود في الار، ده القانون بتاعي، لامدا على 2 باي ايبسلون نود في الار. طيب هل دي ايه رايك ان احنا نكتبها كده؟ ممكن نكتبها كده 2 لامدا على 4 باي ايبسلون نود في الار، ينفع؟ اه تمام. طب ايه رايك لو رحنا كاتبينها كده بقى 1 على 4 باي ايبسلون نوت في 2 لامدا على الار؟ قال لا انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان الواحد على 4 باي ايبسلون نوت دي احنا بنسميها الكي اي، يبقى 2 كي اي في لامدا على الار، ده القانون بتاعنا بتاع اللاين، حيث الكي اي للناس اللي بتحب الاختصارات 9 10 to the power 9. يبقى اذا لو عندك لاين، لو عندي لاين على بعد مسافه R من اللاين، الR دي البربنديكولر، الإلكتريك فيلد بيساوي 2KE لامدا على الR، إيه اللامدا دي؟ اللي هي Q على الL، كولوم بير متر. طبعًا في حالة اللي قدامنا دي، الإلكتريك فيلد بتاعنا خارج، يبقى الإلكتريك فيلد اتجاهه هنا هيبقى خارج بالشكل ده. طب افرض كان اللاين كده، والتشارج اللي على اللاين ده كانت نيجاتيف تشارج بالشكل ده. لو انا عايز اجيب الالكتريك فيلد مثلا هنا هيبقى رايح للايه؟ لللاين. تعال ناخد اكزامبل، يجي مثلا يقول لك ايه، عندي لاين كده وعليه تشارج دنسيتي اسمها لامدا 1 انفينيت لاين بالشكل ده، وعندي لاين تاني كده انفينيت لاين برضه واللي تشارج دنسيتي اللي عليه لامدا 2، ومثلا مثلا يقول لك ايه الديستنس اللي بينهم مثلا 1 متر، يجي يقول لك طب تعرف تجيب لي الالكتريك فيلد ان بتوين هنا مثلا بيساوي كام؟ اه سهل خالص. ازاي؟ تعال نتكلم على اللاين الاولاني، ليتس سي اللامدا دي بلس، اللاين الاولاني اللامدا بتاعته بلس، بص كده مد الخط ده كده بيربنديكولر، يبقى هي دي المسافه دي هنسميها ار 1. تمام تمام. اولا طالما دي بوزيتيف يبقى الالكتريك فيلد هنا خارج من اللاين، يبقى كده يبقى دي الاي 1. طب الاي 1 بتساوي ايه؟ الاي 1 بتساوي ها ايوه القانون بتاعنا بقى بتاع اللاين 2 كي اي في اللامدا 1 على الار 1. تمام تمام. في الاتجاه فين؟ في الاتجاه ده. طيب ليتس سي ان اللامدا 2 كانت بالنيجاتيف ماشي، وعايز حضرتك تجيب الالكتريك فيلد هنا بتاع اللامدا 2، هنوصل دي كده هنسمي دي ار 2. تمام. طيب طالما التشارج هنا نيجاتيف يبقى حضرتك رايح لها كده، يبقى الالكتريك فيلد رايح لها E2. طب حط كده الE2 بتساوي ايه؟ 2 كي اي في قيمه اللمضه بتاعتها
على ال R2. تمام؟ طيب يبقى الـ A resultant بقى بيساوي كام؟ بص كده، أنا عندي 2 فيكتورز أهم، عايز الـ resultant بتاعتهم، مش هما الاتنين في اتجاه الـ positive X، يبقى E1 plus E2، أجمعهم الاتنين عادي خالص. طب لو عايز أجيب الفيلد هنا، بص كده، ده positive بتاع الـ E1 positive، يبقى أروح موصل دي كده، تعالى بس نرسم لون تاني، هوصل المسافة دي كده perpendicular، هنسمي دي في الحالة دي الـ R1. وطالما الفيلد هنا طالما التشارج هنا بوزيتيف يبقى خارج بالشكل ده، يبقى ده الاي 1. والقانون بتاعنا 2 كي اي في اللامدا في الار الجديد. طب ودي نيجاتيف، ماشي دي نيجاتيف، يبقى المسافه بص اللي هي دي، وابقى رايح لها لان الالكتريك فيلد هنا نيجاتيف، هنسميه اي 2. طب حضرتك تعرف تجيب لي الريزلتنت بتوع دول؟ اه، هتبقى دي في البوزيتيف ودي في النيجاتيف، يبقى الاي ريزلتنت في الحاله دي عباره عن ايه؟ اي 1 ماينس الاي 2. طب لو حبيت تجيب الناحيه الثانيه، ها نشوف ده بوزيتيف، يبقى يعمل فيلد هنا خارج اهو E1، والمسافه ال R1 هتبقى دي، ماشي. طب والتاني، تعال نشوف كده التاني، بص من هنا بقى لحد هنا، طب ودي نيجاتيف، يبقى اروح لها، يبقى الفيلد بتاعها كده اسمه E2، واروح جايب ال E2، ويبقى دول ايه بقى؟ هتبقى ال E2 في البوزيتيف اهي ماينس ال E1. ده ازاي بنشتغل على المسائل بتاعت الايه؟ بتاعت اللاين، ماشي تمام. طيب افرض انا جاب لي بقى، او الابلكيشن الثاني، ثاني ابلكيشن الانفينيت، انفينيت برضو سيرفيس تشارج. انفينيت سيرفيس تشارج يعني ايه؟ يعني انت عندك سيرفيس كده، والسيرفيس ده ممتد تو انفينيتي فروم ايفري وير، والسيرفيس ده مثلا عليه تشارجز كده بالشكل ده. طالما ده سيرفيس، بنعرف حاجه اسمها ها السيرفيس، ايوه تشارج، ها دنسيتي، سيرفيس تشارج دنسيتي اللي هي سيجما. السيجما بتساوي ايه؟ اقسم التشارج على الاريا، كولوم لكل متر مربع. يعني من الاخر لو خدت متر في متر كده، يبقى التشارج فيه كام؟ اسمها سيجما. وبالتالي لو عايز تجيب الكيو، اضرب السيجما في الايه؟ في الايه. في الحاله دي لو حضرتك عايز تجيب على بعد مسافة R، هات لي هنا الالكتريك فيلد بالبروف بتاع جاوس، طلع سيجما على 2 ابسلون، ده القانون بتاعي. تلاحظ ايه بقى؟ في حالة الانفينيت سيرفيس تشارج اتس اندبندنت اوف ذا R، مفيش هنا R، يعني تجيبه هنا، تجيبه هنا، تجيبه هنا، تجيب الفيلد هنا، ما بيعتمدش على الR، هو سيجما على 2 ابسلون فقط. ماشي؟ تعال نشوف بروبلم نفس القصة، عندي 2 بليتس كده، ماشي بالشكل ده كده، تمام ماشي، وهنا سيجما بلس، ماشي، واحد شحنته بشحنه بوزيتيف وكان التشارج دنسيتي بتاعته سيجما، وهنا هنحط نفس السيجما بس بالنيجاتيف، نفس السيجما بس بالنيجاتيف، ماشي، نفس القيمه بس نيجاتيف. ده زي ايه؟ زي حاله مين؟ زي حاله الكاباستور. ويقول لك مثلا هات لي الالكتريك فيلد في النص وعلى اليمين وعلى الشمال. تعال نشتغل بقى، اجي كده اقول ايه؟ هنسمي ده مثلا واحد وده اتنين، ماشي. تعال نشوف، اروح موصل المسافه دي كده، هات لي الالكتريك فيلد بتاع البليت 1، ده بليت رقم 1، خلي بالك البليت هنا شكله بيربنديكولار على البيج، بيربنديكولار على البيج، ماشي؟ ده سيرفيس اهو، الالكتريك فيلد بتاع السيرفيس طالما بوزيتيف يبقى خارج منه في الاتجاه ده، يبقى ده الاي 1. طب الاي 1 هتساوي كام؟ ها سيجما على 2 ايبسلون، ده القانون بتاعها. طيب تعال نشوف اتنين، اتنين بيعمل فيلد هنا، يبقى اتجاهه فين؟ تعال بس نغير اللون، يبقى اتجاهه فين؟ برضه رايح للايه؟ لان الشحنه دي نيجاتيف، فيبقى رايح لها E2. طب ما هي الاي 2 بتساوي كام حضرتك؟ سيجما على 2 ايبسلون نوت، برضه نفس القيمه. بص كده، يبقى انت عندك هنا الفيلد الريزلتنت بتاعته كده. طب قيمته بتساوي كام؟ اجمع الاثنين، سيجما على 2 ايبسلون نوت بلس سيجما على 2 ايبسلون نوت. دي 1 هاف سيجما على ايبسلون نوت و1 هاف سيجما على ايبسلون نوت يديك سيجما على ايبسلون نوت، ده المجموع. طب تعالى نشوف ناحيه اليمين، بتاع النيجاتيف يديك فيلد رايح له، هنسميه E2. طب وبتاع البوزيتيف اهو ده كده هنا، هيديك فيلد خارج منه، هنسميه E1. طب ما ده سيجما على 2 ايبسلون نوت وده سيجما على 2 ايبسلون نوت، تيجي تجمعهم واحده كده وواحده كده، دي ويل كانسل ايتش اذر، يبقى الاي ريزلتنت بتساوي صفر. نفس القصة هنا، بتاع البوزيتيف يبقى كده، بتاع النيجاتيف يبقى كده، والاتنين نفس القيمة، فالفيلد بصفر.
يبقى لو عندي حاجة بالشكل ده، الفيلد على اليمين بيساوي صفر، الفيلد على الشمال بيساوي صفر، الفيلد في النص بيبقى من البوزيتيف للنيجاتيف، وقيمته سيجما على ايبسلون نو. ده ليه؟ عشان هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. تمام؟ تمام. تالت ابلكيشن هناخده الفوليومتريك تشارج. يعني ايه الفوليومتريك تشارج؟ يعني حضرتك اللي تشارج بتاعتك عامله كوره كده مثلا، فور اكزامبل جبت التشارجز دي ورحت عاملها سفير بالشكل دوت، وهي اللي تشارج يونيفورملي ديستريبيوتد في الايه؟ في السفير دي. ليتس سي ان السفير دي الريديوس بتاعها اسمه ار. مطلوب من سعادتك ايه؟ مطلوب من سعادتك تجيب لي الالكتريك فيلد اوت سايد، يعني على بعد ار سمول، حيث الاي اوت عند الار لما الار اكبر من الار كابيتال. تمام؟ وعايز اجيب الالكتريك فيلد انسايد، يعني لما الار اقل من الار كابيتال، يعني مثلا هنا كده اللي هو ده. تمام؟ القانون بيقول لي الاي اوت سايد هتساوي الاي اوت سايد هتساوي كي اي في كيو على الار سكوير، وده القانون اللي كلنا عارفينه بتاع مين؟ بتاع البوينت شارج. يبقى في البوينت شارج ما بتفرقش. طب الانسايد، الانسايد يعني لما الار اقل من الار، يبقى الار سمول اقل من الار كابيتال، يبقى كي اي في كيو على ها ار كيوب في ار سمول. تمام؟ عشان بس ما تلخبطش بينهم. الار كابيتال دي هي الريديوس بتاع الكوره اللي فيها التشارجز، انما الار سمول ده هي قيمه الايه؟ الريديوس بتاع النقطه اللي بتجيب عندها حضرتك الالكتريك فيلد، شريطه انها تكون ايه؟ جوه. تمام؟ طب امال لو عايزه على السيرفس، الاي على السيرفس بنجيبها ازاي؟ الاي على السيرفس كل اللي حضرتك بتعمله بتحط الار بتساوي ار كابيتال. طب احطها فين؟ سواء في القانون اللي فوق او اللي تحت شغال، اللي هو تبقى ايه بقى؟ هتديني كي اي في كيو على الار تربيع، وده على السيرفس. لو حضرتك حابب ترسم العلاقه دي بنرسمها بالشكل ده، ادي الار وادي الالكتريك فيلد، هنا كده الار كابيتال، كده انت تبقى انسايد، كده تبقى اوتسايد. شكل العلاقه هيبقى ازاي؟ بص كده، الجزء الاولاني اللي هو ده انسايد اهو، تلاحظ ان العلاقه ايه؟ دايركتلي بروبورشنال مع الار، هتبقى كده لحد ما توصل للسطح. عند السطح كي اي في كيو على الار تربيع. بعد كده اول ما تخرج بره هتلاقي العلاقة ايه؟ عكسية مع الار سكوير، هتبقى بشكلها كده، علاقة عكسية تربيعية. يبقى هنا الاي بتتناسب عكسي مع الار سكوير، هنا الاي بتتناسب طردي مع الار، ودي شكل ايه؟ الالكتريك فيلد. حتى من الشكل هنا تلاحظ، بص العلاقة لينير اهي جوه، طب عند السنتر الالكتريك فيلد بزيرو. طب فين اعلى الكتريك فيلد؟ عند الايه؟ عند السيرفس. تطلع عند السيرفس كل ما بتبعد الايه؟ الفيلد بيقل، عشان يديك حاجه بالشكل ده. دي الفوليومتريك تشارج. خلي بالك الفوليومتريك تشارج دي اطبقها على حاجتين، ان التشارجز نفسها هي اللي عامله الفوليوم، او ان يجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك تشارجد سفير، او يقول لك انسوليتنج تشارجد سفير وذ يونيفورملي distributed charge. يبقى اللي charge uniformly distributed، يعني يا اما اللي charges نفسها هي اللي عامله كوره، يا اما عندك كوره مصنوعه من ماده عازله ها where you charged it، فاللي charge دي بتوزعت على الفوليوم كله. تمام؟ تمام. طيب اللي كنا بنقوله ده، طب ايه اللي يحصل بقى لو كان عندك ها رابع حاجه؟ لو كان عندي بقى سوليد، ايوه كوندكتنج، سوري نكتبها كده كوندكتنج سفير. هنخش بقى هنا في ايه؟ في دايمنشن تاني، اللي هو لو عندي بقى الماتيريال بتاعتي عباره عن كوندكتور، يبقى اللي فات ده كله كان ايه؟ كان نون كوندكتنج سفير، فعلى كده عشان كده بتبقى يونيفورملي ديستريبيوتد على الفوليوم. طب افرض الكره عندي بالشكل ده، والكره دي كانت مصنوعه من مادة موصلة للكهرباء ونص قطرها R، زي ايه؟
الومنيوم كوبر ايرون. حضرتك الكوندكتورز اللي تشارج بتتوزع فيها على السطح الخارجي فقط بالشكل ده، وبناء عليه ايه؟ مفيش اي تشارجز بتبقى جوه، وبناء عليه تيجي تحسب الالكتريك فيلد جوه يطلع بصفر. طب الالكتريك فيلد بره القانون العادي بتاعنا كي اي في كيو على الار سكوير. يبقى حضرتك لو عايز ترسم العلاقه دي كده بالشكل ده هنرسمها كالاتي. بص عند الار كابيتال جوه الفيلد بصفر، طب وبره علاقه عكسيه تربيعيه زي ما احنا عارفين كده لحد ما تيجي على السطح بالشكل ده. يبقى دي كده شكل العلاقه. خلي بالك، يبقى انا لو جالي كيرف زي ده، لو الجزء ده بزيرو يبقى دي كوندكتور، طب لو الجزء ده كان عامل كده ها يبقى دي نون كوندكتنج ماتيريال. بالظبط، نشيل بس ايه الجزء ده كده. تمام تمام طيب افرض انا مثلا عندي كوندكتنج شيل مثلا، خامس حاجه لو عندي كوندكتنج شيل، الكوندكتنج شيل اللي هو عباره عن كوره، بس الكوره دي نص قطرها ار برضو بس فاضيه من جوه. خلي بالك ايه الفرق من ديوبل اللي فاتت، دي كانت سوليد. سوليد يعني ايه؟ يعني بص هنا كده في ماتيريال جوه كوره بس مصمطه من جوه، انما دي في هنا ايه؟ هنا هواء اير. الماتيريال بتاعتي هي بس الخط الاسود ده. طيب لو جيت احط عليها شحنات برضو بتبقى على السطح الخارجي بالشكل ده كده. تمام، ليه بقى؟ اصل الكوندكتنج شيل ده ما حلتوش غير السطح، فكده كده هتتوزع على السطح الخارجي فقط. طب اسالك سؤال، طب افرض كان نون كوندكتنج شيل، برضه نفس الكلام هتتوزع على السطح بس. فالشيل ما بيفرقش، يعني الشيل ما بيفرقش كتير اذا كان كوندكتنج ولا نون كوندكتنج، سواء لو ده ثن شيل. ثن شيل يعني رفيع، يعني ايه الثيكنس بتاعه هو بس الخط الاسود ده. نفس الكلام هنا بالظبط، الالكتريك فيلد جوه بزيرو والالكتريك فيلد بره بيساوي كي اي في كيو على الار سكوير، اللي هو يبقى رسمته نفس الرسمه دي بالظبط. يبقى الشيل زيه زي الكوندكتنج سفير، الكوندكتنج سفير جوه الكوندكتور الالكتريك فيلد بزيرو، ودي قاعده عامه على فكره، جوه اي كوندكتور الالكتريك فيلد بزيرو. اقولها تاني، جوه اي كوندكتور مفيش الكتريك فيلد، الالكتريك فيلد بزيرو. يعني مثلا فور اكزامبل لو انا جيت قلت لك كده، بص لو انا جيت ادي لك كورتين كده، ادي كوره اهي وادي كوره اهي، وقلت لك الاثنين عليهم الاثنين سوليد، يعني مصمطه، دي مصمطه ودي مصمطه ماشي، وقلت لك دي الفيلد بتاعها شكله كده ودي الفيلد بتاعها شكله كده، تقدر تعرف لي نوع كل واحده فيهم؟ ايوه، بص دي كده دي كده مفيش فيها فيلد جوه، بص الخط بادئ منين؟ من على السطح. يبقى دي كده كوندكتنج سفير. ليه؟ لان جوه الكوندكتور مفيش اي فيلد. طب دي كده دي هنا جوه، هنا بص في خطوط فيلد اهي برضو جوه، يبقى دي نون كوندكت. يبقى اذا الكوندكتورز ما بيبقاش فيه فيلد جواه، الفيلد يبقى من على سطحه لبره او جاي من بره لسطحه لو كانت الشحنه بتاعته ايه؟ نيجاتيف. تمام تمام طيب تعالى برضو نتكلم في حاجه ظريفه قوي. طب افرض كان عندي ثيك شيل. ثيك شيل ازاي؟ يعني مثلا كده شيل اهو بالشكل ده، الشيل ده الماتيريال بتاعته بس ليه ار ان وار اوت. تمام تمام وجي راح قايل لك ايه؟ الشيل ده عليه شحنه مثلا بلس كيو، ومصنوع من كوندكتنج ماتيريال. تاني، اي كوندكتنج ماتيريال اللي تشارج بتتوزع على السطح الخارجي فقط بالشكل ده بالشكل ده. وبالتالي ها تيجي تجيب الالكتريك فيلد بره، بص الالكتريك فيلد بره الكوره هو هو كي اي في كيو على الار سكوير، ده معروف. طب تيجي هنا الالكتريك فيلد هنا، بص انا قلت لك ايه؟ لما اقول لك الالكتريك فيلد في حته اقف في الحته دي واسال نفسك سؤال، هل ده معدن؟ ايوه، يبقى الالكتريك فيلد بتاعك بيساوي زيرو. طب جوه خالص هل في اي شحنات هنا؟ لا، يبقى برضو الالكتريك فيلد بزيرو. تمام،
وبالتالي حضرتك تقدر ترسم رسمتها كده. انت عندك هنا ار ان وهنا ار اوت، وهنا شكل ايه؟ بص بره خالص القانون بتاعك علاقة عكسية تربيعية، تبقى بالشكل ده كده لحد ما توصل فين؟ السطح ده. عند السطح ده دخلت جوه المعدن يبقى بصفر، تبقى كده. طيب بعد كده دخلت في الحتة الفاضية، طالما الحتة الفاضية دي ما فيهاش حاجة يبقى برضو ما فيش فيلد، يبقى بالشكل ده. تمام؟ طيب ايه رأيك لو راح مديلك الثيك شيل كده، تمام بالشكل ده، ار واحد ودي ار اتنين، ده كوندكتنج ثيك شيل. وراح مديلك بقى حاجه كمان ظريفه قوي، قال لك في تشارج هنا بلس كيو سمول، تمام. بس الشيل نفسه اتس نوت تشارجد، بيحصل ايه؟ بص بقى التشارج اللي في النص دي بتعمل لي حاجه اسمها الاندكشن مع الكوندكتور. لو هي بلس كيو تيجي على السطح ده وتروح عامله زيها بس بالنيجاتيف ماينس كيو، وتروح طارده بلس كيو الناحيه الثانيه بالشكل ده. تمام؟ افكرك بحاجه، فاكر لما كنت بقول لك بنجيب بار كده بوزيتيف ونقربها لكوندكتور، فالاثنين بوزيتيف دول بيسحبوا اثنين نيجاتيف ناحيتهم ويروحوا طاردين اثنين بوزيتيف الناحيه الثانيه بالشكل ده. ده اسمه الاندكشن. هنا نفس القصه، بلس هنا بلس كيو بتسحب ماينس كيو ناحيتها وتضرب بلس كيو الناحيه الثانيه. بص بص كده اصبح ايه بقى؟ السيرفس الخارجي خالص عليه بلس كيو، السيرفس الداخلي ده عليه ماينس كيو، وفي السنتر ها في السنتر ايه؟ وفي السنتر هنا البلس كيو العاديه. تمام؟ تمام. تعال بص نشوف كده. هنا الالكتريك فيلد بره، الالكتريك فيلد بره بيساوي ايه؟ ها كي في كيو على الار سكوير. بس خلي بالك بقى الكيو دي عباره عن ايه؟ السميشن بتاع الكيو. يعني بص تعالى عند النقطه دي وخد كلوزد سيرفيس كده واجمع الكيوز اللي جواه، الكيوز اللي جواه هتبقى ايه؟ دي هتطير دي، صح؟ يبقى لك الكيو سمول، يبقى كيو سمول على الار سكوير. طب هنا وانت مغمض طالما ده كوندكتور يبقى الالكتريك فيلد جواه بصفر. ليه؟ ما انت لو خدت جاوسيان سيرفيس اهو، بص خد جاوسيان سيرفيس كده هنا هتلاقي ماينس كيو وبلس كيو تيروا بعض. طيب اخر حاجه بقى، طب لو عايز الفيلد بقى جوه في الحته دي، هنا بقى لا هنا في شحنه بوينت شارج، ونعرف كي اي في كيو على الار سكوير، ده برضو القانون بتاع البوينت شارج، والكيو هنا هي الكيو سمول. طب حضرتك عايز ترسمها، بص كده ادي الار واحد وادي الار اتنين، تمام؟ عايزين نرسمها، بص كده اولا بره خالص، بره خالص كي في كيو على ار سكوير، يبقى اهي هتبقى علاقة عكسية تربيعية بالشكل ده لحد ما توصل فين؟ لحد ما توصل هنا. طب في المنطقة دي ده معدن يبقى زيرو، يبقى هنروح نازلين للزيرو كده في المنطقة دي زيرو. طيب بعد كده بقى حضرتك عملت ايه؟ حضرتك وصلت للحتة دي، من هنا لهنا تأثير الشحنة ده هو اللي موجود كي في كيو على الار سكوير، فحضرتك تقدر تجيب الفيلد هنا لما هنعوض عنها بار 1 هيديك مثلا القيمة دي كده، تمام؟ وهي برضو علاقة عكسية تربيعية هتلاقيها عاملة كده بالشكل ده. يبقى ده جوه تأثير البوينت شارج اللي جوه خالص، ماشي، والجزء ده بزيرو and so on، ماشي تمام. To be بص to be precise هي دي مش هتبقى عالية كده، بص هيبقى الوضع بالظبط عامل كده، هيبقى كده كده وبعدين نازلة بزيرو كده، وبعدين دي هتبقى اعلى منها شويه، وبعدين هيبقى الوضع كده. ليه؟ لان دي تشارج واحده، المفروض ان ده كان كيرف واحد يبقى نازل كده، تمام، وجي الكوندكتور راح قاطع منه الحته دي فبقت زيرو، يبقى بالشكل ده، ماشي، لانها نفس الكيو. فهنا هتبقى كي اي في كيو على الار 2، وهنا كي اي في نفس الكيو بس على الار 1، بما ان الار 2 اكبر هيبقى الهايت ده اقل، يبقى دي معلش هيبقى الكيرف هو شكله كده. تمام تمام. تعالى برضو ناخد حاله اخيره. طب افرض عندي تشارج كده في النص بلس كيو، تمام، دي بوينت شارج، وبعدين حواليها في شيل اهو، والشيل ده كان عليه بلس كيو كابيتال، احنا قلنا وده كوندكتور على فكره، يعني الشيل ده عباره عن كوندكتور، ده كده الماتيريال دي عباره عن ايه؟ كوندكتور بلس كيو. البلس كيو دي اولا بتعمل ايه؟ تعمل لي ماينس كيو هنا،
و بلس كيو كابيتال كيو سمول هنا، تمام. طب والشل عليه بلس كيو تتوزع على السطح الخارجي فقط، تمام. يبقى السطح الخارجي عليه دلوقتي ايه؟ بلس كيو كابيتال و بلس كيو سمول. طب والسطح الداخلي ماينس كيو، وفي السنتر هنا ده، تمام. تمام، تعال نجيب مثلا الكتريك فيلد هنا هيساوي ايه؟ كي اي في كيو على الار سكوير. الكيو دي انهو السميشن بتاع الكيوز اللي جوه. بص خد جاوسيان سيرفيس كده واجمع الكيوز اللي جوه، خلي بالك ان دي هتطير دي، يبقى قالك بلس كيو والبلس كيو سمول، يبقى دي عباره عن بلس كيو كابيتال وبلس كيو سمول. طيب هنا في الحته دي لازم تبقى زيرو وانت مغمض. طب هنا هتبقى كي اي في كيو على ار سكوير في المنطقه دي كده، والكيو هنا هي الكيو سمول. يبقى حضرتك لو عاوز، لو عاوز تجيب ال لو عايز ترسم الجراف، ادي ار1 وادي ار2 بره خالص، ها علاقه عكسيه تربيعيه بالشكل ده، وبعدين بتنزل للزيرو، وبعدين نفس القصه بتطلع كده وتبقى برضو علاقه عكسيه. مين بقى هنا اعلى من هنا حسب قيمه الكيو والكيو سمول؟ ماشي، حسب القيم بتعوض حضرتك بالار2 هنا هتديك قيمه تشوفها، وتعوض بالار1 هنا هتديك قيمه تشوفها، تشوف مين الاعلى في دول. بس اني واي هيبقى المنطقه اللي في النص دي زيرو، هنا علاقه عكسيه، هنا علاقه عكسيه، تمام.